في الانصاف للمراه والمشاركه ديال المراه في الحياه السياسيه. وانت اول مره كترشح يعني في اول مره كترشح يتكلم على الترشح ديالك يعني قلنا بعد الاولى الانطباعات ديالك على اللقاء الجهوي كيفاش شفتي هذا وقلنا على المشاركه ديالك في انتخابات الترشح ديالك والحظوظ ديال حزب الاستقلال يعني في هاد وسيرتو كنتي كمرأة يعني ترشحي كمرأة تقريبا كارتال العمالي مرشحة كوائلة لحزب الاستقلال المرأة بجانب عقل عبد السدي وكيل لائحة. صراحة حنا فخورين أننا نشاركوا في انتخابات الجماعية كفريق متجانس وفريق اللي كيمثل جميع الشرائح كيمثل الشباب والمرأة والأطر والكوادر وأشخاص من المجتمع المدني. يعني حاولنا أننا نديروا لائحة اللي فيها كل من هاد الشباب ولا من هاد الناس اللي كيعرفوهم في الشارع ديال العرايش، الناس اللي كيتعرفوهم في شارع العرايش. كل لائحة ديالنا من اللوائح اللي الناس أو المواطنين اللي اختارونا، ما مشيناش باش نتقدموا للترشيح، بل بالعكس اللي كتكون ماشي في الشارع وكيكون كيوقفك شي حد كيقول لك بغيناك انك تكون كتمثل اللائحه فهذا شرف لينا. حنا كنشتغلوا ماشي غير لفتره انتخابات، يعني كل الاسماء اللي في اللائحه هي اسماء اللي معروفه كتشتغل على مدار يعني السنه. كل واحد في تخصصه. نعم، فيما يخص البرنامج الانتخابي هادشي اللي بغينا نقول التشخيص ديالكم الوضعيه يعني حتى على مستوى يعني المحلي التنميه المجاليه يعني ولا المحليه على مستوى مدينة العرايش. أكيد إذا جينا نهضروا على البرنامج يمكن تقولوا أن البرامج تقريبا تتشابه لأن المدينة يمكن نقولوا ماشي ديور أيلين السقوط بل المدينة أيلين السقوط. حنا عارفين بأن كاين نوبيات اللي كتساهم في هذا السقوط ديال المدينة أو محاولات تدمير المدينة. عيب علينا أننا نقولوا كنسكنوا في العرايش جوهرة الشمال اللي كانت كتصدر المدن الشمال واللي كانت من أجمل المدن واللي كان يعني كانت كتضمن المعاش والمعيشة للشباب والمرأة اللي كانت ديما كتشتغل، اللي كانت فيها المصانع واللي كان فيها الشركات واللي كان فيها الميناء كيشتغل بقوة، وكانوا هاد الناس كلهم كيشتغلوا وكيمكنهم يوفروا لقمة العيش لأولادهم. بين ليلة وضحاها لقينا هذه المدينة كتعاني ورجعت مهمشة على جميع الأصعدة. ساهموا فيها ناس من داخل المدينة للأسف هما اللي كانوا كيكونوا لوبيات اللي حاولت باش تدمر المدينة على حساب شكون؟ على حساب العريشيين، ولكن لصالح شكون؟ هذا هو السؤال. اليوم في هذه الاستحقاقات حنا جينا باش نقولوا لا كفى لهاد الممارسات. المدينة محتاجة لنا كلنا. يمكن انا كمرشحه معروفه في مدينه العرايش ولكن اللي ما كيعرفوش الكثيرين هي يمكن انا العرايش بقيت وحدي، يعني عائلتي كامله مشات لي ظروف عمليه او ظروف مهنيه، الا انني انا نكمل الدراسه ديالي رجعت للمدينه، حيت اللي كيربطني بهذه المدينه ماشي العائله، اللي كيربطني بها اكثر مما هو عائلي. كتربطني بها هاد الارض، هادي ارض لاله منامه اللي رجعت لها باش ان شاء الله نحاول باش نساهم، حيت حنا ما عندناش لا باغيت ماجيك ولا ديك العصا السحريه باش نبدلو، ولكن غنساهموا في التغيير. كما قلت البرامج يمكن كتشابه ولكن اليات تطبيق هاد البرامج هي اللي كتختلف. على مستوى الخدمات يعني وبالاخص انك كنت كتشرف على قطاع الصيدليه يعني وكنعرفوا كثر بزاف الوضعيه ديال الخدمات الصيدليه وخدمات النقل الى اخره، كيفاش يمكن في البرنامج ديالكم انتم تنميو قطاع الخدمات يعني باش يمكن يلبي الحاجيات ديال الساكنه؟ وهذا هو هذه فرصه لان نلاحظوا بان هناك يعني افتقار المدينه لمجموعه الخدمات نقولوا يعني تدني الخدمات يعني بغينا نقولوا بالضبط كاين تدني في قطاع الصحه اللي كيكون فيه مجموعه من العوامل اللي هي وزاره الصحه مساهمه فيها للاسف واللي عوامل اللي هي محليه. هاد العوامل المحليه اللي حنا كنحاولوا اننا ندرسوها باش نقدروا نلقاو لها الحلول مع يعني بزاف ديال الفاعلين في المستوى يعني سواء الاداريين ولا كانوا مرشحين ديالنا ولا كانوا الناس اللي كيشتغلوا في قطاع الصحه. الصيدليه ما هي جزء لا يتجزا من المنظومه الصحيه،
وبالمناسبة بما أنكم ديما كتجيو كتسولونا، أنا كنغتنم الفرصة أنني نعلن على واحد الخبر، لأن كنلقاو كاين استياء المواطنين على صيدلية واحدة بحكم أن كاين الاكسيدات، بحكم أن كاين المشاكل. وعدت الساكنة منذ شهرين أننا غادي نلقاو الحل، والحمد لله في شهر 9 كما وعدناكم أواخر شهر 9، لأن عرفنا بأن العطلة الصيفية كانت وكانوا يعني الصيادلة معظمهم مسافرين مستخدمين أيضا، فبالتالي كنا كنسينوا باش يدخلوا في أول شهر 9، وغادي عندنا جمع عام منتصف شهر 9 باش مباشرة من بعده غادي نستلفوا الاشتغال المداومة الصيدليتين، يعني السبت والأحد وأيام العطل، باش نحاولوا أننا ننفسوا على المدينة. بالنسبة للانتخابات كما قلت كاين مجموعة من القطاعات اللي خصنا نشتغلوا عليهم، البرنامج الانتخابي غادي نقدموه هاد الأيام، يعني لنعاود معكم باش نشرح لكم بالتفاصيل شنو هما لي زاكس ولا شنو هما الخطوط العريضة محاور الكبرى للبرنامج ديالنا. ثقوا بنا أننا غادي نحاولوا باش نغيروا، ولكن عاونونا بالصويت وعاونونا انكم تقولوا لا للمفسدين باش يمكن المدينه.